السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيمز دوجو، واليوم مع فيديو تعليمي جديد للعبة زونا ذا سيكريت اوف تشيرنوبل. اللعبة من إنتاج شركة روبل، وتلعب من قبل شخص إلى 4 أشخاص فيما يقارب 2.5 ساعة إلى 3 ساعات. والحين نترك المجال للأخ أحمد العنزي صاحب حساب فوكسو جيمينج على الانستغرام لشرح اللعبة. زين، مرحبا يا منال. فراح نلعب زونا ذا سيكريت اوف تشيرنوبل. طبعا اللعبه سيريس اوف راوند، كل راوند فيها 3 فيزز. اول فيز اللي هو اكشن فيز، بعدين الايفنت فيز، بعدين شغله اسمها رومر فيز. زين، فبالاكشن فيز كل واحد فينا راح يسوي 2 اكشنز. الاكشنز اللي تقدر تسويهم موف، تحرك من مكان لمكان. تقدر تسوي لوكال اكشن اللي هو اللي مكتوب على البورد اللي هني، شغلات مكتوبه على البورد هذه اسمها لوكال اكشن. تقدر تسوي انكاونتر اذا انت بمكان وفي توكن تقدر تسوي لها انكاونتر. في تقدر تسوي بعد رست. الرست في عندنا عداد فتيق هني، هذا ممكن يزيد باللعبه، تسوي شغلات خليه يزيد، فتقدر تسوي رست عشان تنقصه باي 1. وتقدر طبعا تسوي باس تو انجر تيرن. زين، خلينا نتعمق شويه فيهم. الموف اكشن عادي سهل، تمشي من مكان لمكان. اذا مشيت من مكان الى مكان وكان في ثريت توكن اللي هم هذولي، على طول تسوي انجيج. فلما تسوي انجيج تقلب هذه، طبعا عادي تقدر تشوفها قبل لا تروح لمو الا يعني تتفاجئ فيها. ففي راح يحتاج منك، يطلب منك 2 تيست على الثريت توكن. اول تيست اللي هو اويرنس، هل انت شفته وهو ما شافك نفس الطريقه هذه. فشنو يحتاج يسوي تيست؟ يسوي تيست على صوره العين اللي عندك اللي هي اويرنس. شلون طريقه التيست باللعبه؟ انت عندك ستاتس، فمثلا انا بالنسبه حق لاعبي اللي هو المسفت الاويرنس مالي 2. الحين اذا انا قدام الاوكتوبس يقول لي تيست اويرنس، يبي من عندي 3. فانا 2 اسوي رول 3 دايسات، لازم كل واحد فينا يسوي رول 3 دايسات لما يسوي تيست. اسوي رول 3 دايسات، البلس يزيد للستات مالي. فالحين انا صار عندي 3 وما عندي شيء، يعني هذه فاضي ما فيها شيء، هذه اسمها زونا ايكون. الحين بالنسبه لي انا اي باس ذا اويرنس تيست، بعدين اتس اب تو مي اذا ابي اسوي الفيزيكال تيست اني اتهاوش معاه افوز عليه او لا، اب تو مي او اطوفه. في بعض المونسترز يقول لك لا، اذا if you fail the awareness test لازم تسوي الفيزيكال تيست، يغصبك. حتى طبعا اذا انا فشلت بالفيزيكال I don't have to do it الا اذا قال لي لازم تسويها. زين، شنو الايكون الموجودين بالداي؟ في بلس سمبل، في ماينس سمبل. ماينس راح يقلل الستات مالك، وفي الزون سمبل. واحد من الزون سمبل ما يسوي اي شيء. اذا طلع لك 2 زون سمبل يعني صار راديشن بالمكان، تاخذ 1 دامج. لما تسوي الرول في شغله اسمها فورس تيست. شنو يعني فورس تيست؟ فورس تيست تاخذ 1 فتيق وتسوي ريرول حق 1 داي بس. اوكي، هذا كان بالنسبه لل بس الموفمنت، يعني انا كنت اشرح لكم بس طريقه الموفمنت اللي هو اذا اف يو موف وصار لك انكاونتر. بس اللي قلته تو هذا باجي التيست وكذي، هذا عادي يصير تيست ثرو اوت ذا جيم، اي تيست نفس الطريقه هذه. في بعض الاماكن لما تمشي حاطين عليها علامات، اف يو باس ذس اريا راح تاخذ دمج على الموجود هنا. كل انواع الدمج، في انواع غير هذه مو مهمه حاليا، لان بس انه في بعض الايتمات يقول لك والله تسوي بلوك حق ذس كايند اوف دامج. فمثلا هذا المكان اتس راديشن، فاذا انا مثلا شخصيتي ابي اطوف من هني الى هني اتيك راديشن دامج، انستد اوف تيكن راديشن دامج اقدر احطه على الجير مالي. تحط عليه واحده الجير مالك، اذا حطيت عليه 1 2 3 يخترب ويروح. بس اذا رحت الكامبينج، اذا سويت كامبينج بالقريه او بالبنكر تقدر تدفع 100 روبلز تسوي له ريبير فتصلح الجير اللي عندك. اوكي، الحين بالنسبه للمرسنري عندك انت يو كان بلوك راديشن اند بليد دامج. في عندنا الازرق يسمونه منتل دامج، هذا ما تقدر تسوي له اي بلوك. الحين ننزل الاكشن الثاني اللي هو اللوكال اكشن. اللوكال اكشن ايش ما قلت لكم؟ تسوي اللوكال الاكشن الموجود على البورد. بس في 3 اماكن في البورد اللي هما البنكرز اللي هي موجود في الفيلج، برود هاوس، بريسيرش ستيشن. بعد ما تسوي اللوكال اكشن اللي موجود هني عادي تسوي او ما تسوي، هذا اللي هني في مكتوب تحتها كامبينج.
هذه تقريبا حيل مهمه باللعبه الكامبينج، لان لما تسوي كامبينج تشوفون عندنا في البورد هنا، اذا تسوي كامبينج اول شيء يو كان ريست ذا فاليو، يعني تقلل الفتيك مالك على الفاليو اوف يور ويل باور، هذه الويل باور اللي هنا، فيقلل الفتيك مالك. هذا اول شيء. تقدر تدفع 200 اساس تشيل 1 دامج، يعني هيل 1 دامج. تقدر تدفع 100 اساس تصلح جيرك، ريبير جير. تقدر تبيع تروفيز هذولي لما تذبحهم، اللي هو ميوتنت. انا قلت لكم في نوعين، في ميوتنت وفي انوماليز. الانوماليز اذا في انكاونتر انومالي وفزت عليها يو تيك ان ارتفاكت من هذول الاماكن. في انكاونتر ميوتنت يو تيك ذا ميوتنت، تقدر تبيعه فلوس اوالي. وبعدين طبعا تقدر تشتري من هنا. هذا الماركت، الماركت عشان تشتري منه احنا اذا انت نوتشرال تشتري من اول خانتين. عفوا اذا انت اي نوع تشتري من اول خانتين، اذا انت نوتشرال تاخذ يبطل لك الخانه الثالثه، اذا انت ممتاز ما عندك اي كلام يعني جود تاخذ من الخانه الرابعه. وبعدها في الاكشن الثالث عندنا اسمه اوبن سيكريت لوكيشن. هذول الاماكن اسمهم سيكريت لوكيشن. طبعا عشان اشرح لكم الاماكن لازم اقول لكم شنو مهمتهم. هذول الاماكن عشان تفوز اللعبه لازم تروح لهم، لان انت عشان تفوز اللعبه لازم يكون عندك تو سيكريت، طبعا وان سيكريت من كل لوكيشن، يعني يعني يونيك السيكريت مالك يونيك من وان لوكيشن. فتاخذ تو سيكريت بعدين تروح ساركافاجس اللي هي هالمكان هذا وتفوز بالتست اللي هنا الين ما يقول لك يو وين ذا جيم. هذه طريقه تفوز فيها اللعبه. طبعا بس واحد فينا يفوز اللعبه، ما في يعني مو كذا واحد يفوز اللعبه. شلون قلت تاخذ سيكريت لوكيشن؟ هذول الاماكن لازم تروح تاخذ السيكريت مالهم، بس الحين مسكرين في عليهم قفل. فمثال الجوفرمنت بانكر يقول تدفع 1000 روبل اساس تبطل اللوكيشن هذا. فبالنسبه حق اللوكيشن هذا ما تقدر تبطله الا من هالجهه هذه، تشوفون الفتحه هذه هنا تقدر تطوفها. فخلينا نقول ان لاعب مثلا خلود اذا واقف في الباركس يقدر يسوي الاكشن اللي هو يقول اوبن سيكريت لوكيشن، موجود عندنا بالهذا اوبن سيكريت لوكيشن. اساس تسوي له اوبن يو هاف تو باي، فا اف يو باي ال 1000 يو اوبن ات، هذا تنقلب كذي. وبعدين اول ما تسوي اوبن سيكريت يسمح لك انك تمشي خطوه ببلاش تدش هنا. فالايفنت مالك اللي في الايفنت فيز يو انكاونتر هذه ويقول لك عاد تاخذ سيكريت ولا ما تاخذ سيكريت. اذا خلوه بطل المكان هذا اي واحد ثاني يقدر يدش على طول. اوكي. فيستفاد من المكان هذا. اوكي؟ بس خلوه دش بفلوس طبعا. لا قصدي اي صح اي اعطاه موفمنت ببلاش. هذول الاكشن في هذا الاكشنز اللي نقدر نسويهم. بعد ما نخلص الاكشنات بعد كل ما واحد يسوي الاكشن ماله نسوي الايفنت فيز. فاذا انت مثلا في السيكريت لوكيشن راح تسوي ايفنت من السيكريت لوكيشن، اذا انت في جرين اريا راح تسوي من الجرين كارز اللي هني. الجرين كارز اللي هني يقول لك والله مكان فلاني مكان فلاني او اي مكان ثاني اذا انت مو موجود فيه. وبعدين عندنا بالنسبه للاصفر اهم عندنا هذا وبس. اماكن الحمراء اللي هم هذول الاماكن ما فيها ايفنتات، واخر واحده ساكرافاجس لازم تسوي ايفنت من هنا طبعا لما تدش المكان هذا. اوكي هذا ساكرافاجس هذه الاند جيم، هذا الاند جيم الاند جيم اساس. اوكي صح. اوكي شلون قلت شلون تاخذ دور اثنين؟ هذه ايفنتات من الاماكن الخضراء او اماكن الصفراء. لما تقلبهم هذول قصدي؟ لا 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 مو هذا، هذا ما لهم شغل. هذا بعد ما نسوي الاكشن فيز في ايفنت فيز. اوكي اي هذا نفس الايفنت. بعد ما نخلص هذا كله في راح يصير شغله اسمها الرومر. نكشف الكرت هذا والفيرست بلاير يسمونه فويس اوف زونا هو يتحكم فيها، فهذه تضر اللاعبين الثانيين وهو يتحكم اللي بيضر منه. بعدين ينتقل بعد الراوند هذا يخلص ينتقل فويس اوف زونا اللاعب الثاني ونكمل اللعب. شو تسوي يعني؟ مرات يقول لك والله سكر مكان ثاني، مرات يقول لك سكر طريق. يعني اخر مره لعبنا فويس اوف زون يختاره. فويس اوف زون اللاعب الاول فيرست بلاير. اي بس طبعا ينتقل فيرست بلاير. اعتقد ان فويس اوف زون ينتقل عكس اليمين وبعدين اللاعب يلعب. اوكي هذه مو متاكد منها، عادي نقدر نتاكد منها بعدين. بس هذه طريقه اللعبه، تاخذ تو سيكريتس من اماكن وتحاول تروح الطوف هذه هنا. طبعا في البدايه ما راح يكون عندك فلوس، فراح نجيب فلوس. انت تحاول عاد طريقه تقريبا نفس فول اوت، تحاول تذبح ميوتنس، تحاول شو الفرق بين اوكي السؤال شو الفرق بين انوميلي اند ميوتنت؟ صراحه توني بس ان ميوتنت زين. لا ميوتنت تاخذ از تروفي كانك تذبح شر، يعني تذبح مونستر تاخذ از تروفي تروح تبيعه. تبيعه هني لا تقدر تبيعه هني، هذا يعطيك هذا الاكشن مال المكان انه يعطيك فلوس زياده. بس بعد الفارم
يعطيك فلوس زياده عليه. اما اذا تبيع بالرود هاوس وهذا الفيرجن عاد انت تشتري من السوق لان انت تقدر تشتري فيكون عندك فلوس. الانوماليز تاخذ ارتيفاكت هذول يسمهم ارتيفاكت. هذه ارتيفاكت بالضبط نفس اللي عندنا هذول ارتيفاكت. اوكي في بعض الكروت بس الارتيفاكت عليهم سعر تقدر تبيعه. كان يسل يس الايتم اذا عليه دامج توكن وبتبيعه يقل سعره 100 على كل دامج توكن عليه. اوكي طبعا مكتوب كله مكتوب عندكم هنا اذا هذا نلعب هاو تو يوز ذا ايتمز بس ما هو مكتوب اذا مثلا اوكي مثال عندك اللي هو السيمي اوتوماتيك لما تسوي انكاونتر حق العلامه هذه اللي هو ميوتنت تحتاج فيزيكال تيست فهذه العلامه الموجوده هنا يقول لك اذا حطيت عليه 1 دامج يو كان ديسكارد 2 ماينسز فتخيل انت سويت رول 2 ماينسز يو ديسكارد تحط هذا اذا حطيت 2 دامج ينكسر بس تقدر تروح وقلت لك تصالحه تشيل دامج علشان هذه الطريقه هذه شنو مكتوب عليها تعطي هذه ديسكارد ماينس العلامه هذه لما تسوي اويرنس حق انوملي او مايند انتليجنس هذه اسمها حق هم انوملي بالنسبه للانوماليز تو فايت انوماليز يو نيد انتليجنس ميوتنت يو نيد فيزيك اوكي بس صار طريقه اللعبه نلعب ونشوف شلون يصير يلا انا انا الفويس اوف زونا ف يعني مكان راديشن يعني يس اي طبعا هني كل ما كان اخضر يقلل الراديشن الين نوصل الى اللي هو التشيرنوبل هذا الباور بلانت في راديشن حسيتك يزيد الراديشن اي عفوا زين عموما فيرست اكشن فيرست اكشن راح اسوي انكاونتر حق اللوكيشن مالي بسوي انكاونتر حق الراتس فالراتس اول شيء نقرا الابيليتي مالته يقول سوارم يقول افتر the awareness test you automatically suffer one bleed okay ما كنت حاسب لها حساب okay let's do it ف I need two awareness فعندي I got plus two and two four يعني I'm good ف after this test I automatically suffer one bleed I can't block the bleed ف I'll take it بعدين I'll do the strength test ف the strength test يقول انا السنك مالي 3 هو محتاج 2 طبعا لازم اسوي رول ما في اوتوماتيك شال ماينس يس انا شوف شلون اي جت 2 ماينس اه يعني السنك 3 وهذا طيح صار 1 يس يسوي في دقيقه تسوى لا انا الابيليتي مالتي يقول لي once during your turn you can force a physique test without raising fatigue فاي كان فورس ات without raising the test once I'm gonna roll this I'm good. فهذول يروحون مع بعض cancels عندي 3 I win هذا mutant لما أخذه إذا أبيعه راح يعطيني 200 gold أو nice. robots okay. Okay. هذا أول action لي second action you can move you can repeat the actions encounter I can encounter the quarries spawn one green mutant and fight it وهذا اللي راح أسوي أنا فI'm countering this فأل ت draw one من هنا إيه الله يسلمك إن شاء الله مو عنيف زين فI got flasher الفلاشر it's bigs وعليهم نفس روبوتك على مخهم فالله يسلمك هنشوف الفلاشر يقول طبعا أول شيء لازم نقرأ الكتاب اللي موجود فيقول كاروشن ستينج after defeating the flasher place two green mutants token at this location والله يطلع منهم الروبوت اللي بمخهم الظاهر ينفصلون يعني when you encounter يعني have لا after you encounter بعدين تقدر تختار واحد منهم بدل في وانا encounter no انا اخر شيء already encounter okay so I'll do the awareness test good I'm good I'll do the strength test I need one damage بس ف I'm good فذبحته بس بعدين نسوي هذا ماله ف we spawn two bill باركس لوكيشن يس باركس اور كواري سوري انا اقول كواري بس طبعا they don't engage me I'm good خلاص هذا الاكشن ما في انمي فيس نو ما في انمي فيس فالحين بس اتس يور تيرن ناو فالدمج يو اونلي سفر اف يو اونلي سفر اف حطيت عليه هذاك الاولي قال لك يو سفر اي هذاك الراتس يعضونك اوكي الحين عندك اللعبه انا هذا المكان فام جونا انكاونتر الحبيبه بس شوف اول لانه يمكن ما يعجبك تشيك فيها بليد
وفيها يا اتس فاين. اوكي اذا كان عندي كاونتر طلعت منه ما يطقني ما يسوي شيء. لا 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 ما ما لهم شغل فيك. اول شيء يقول لك ريدوس يعني تايم يو فيل ا تشيست يو نيس كاونتر فاند ذا فور وين ما له شغل عادي دوكيمنت ليس يو وان تو جو اند دوكيمنت هذا يعتبر دوكيمنت يو لوز ات يو لوز ات يو دونت تو دو ذس. شنو مكتوب على الكتاب؟ يقول لك each time you fail a test during this encounter discard the document item if you own any. Oh so you have a document? Okay. It's not worth it. إذا ما تبي إذا ما خلا خلا let's go for it. Okay go for it. فأول هذا اللي كان الأبليتي مالته اللي إذا فشلت تخسر document صح؟ Yeah. Okay فعندك الأويرنس تيست أنت الأويرنس مالك ثلاثة. ليه تني I can choose between these two right? Yes. لا voice is one chooses for you. Oh you can go here. إيه. You can go here. Let's go for the octopus then. Sure. أول action you move, you immediately encounter. أقدر أشوفه قبل ما أروح ولا لا؟ إيه تقدر قبل لا تروح تقدر تشوفه. Yes. Okay okay. You want to? As a reward instead of banning. Yeah yeah sure sure. Much easier. Yeah that's good. فشنو الـ ability مالته؟ As a reward instead of gaining a trophy, you can gain an artifact. Okay لأن أنا قلت لك the mutants when you kill a mutant تأخذ as a trophy. بس بالنسبة حق هذا you don't take him as a trophy, instead you take an artifact من هني. Okay. فgo ahead. الأول نسمع له ثلاثة. أي واحد artifact. هذول اللي يسمونه artifact. لا لا هو أخذ أصلا أخذ. هذول يكسرون بعض الزراعة. طبعا شوف انت اذا خلصت الاويرنس تقول خلاص اوكي انا طبعا تقدر تقولنا خلاص بس انا طفتها ابي اكمل عادي او اني بسوي الانكاونتر هذا او تقدر تسوي الفيزيك عشان تاخذ الريوارد يعني. اي ليش سويت الانكاونتر؟ نو يو هاف تو دو ذا اويرنس تيست. انت يو موف إيه فإف يو موف إنتو لوكيشن مع ثريت يو هاف تو دو ذا اويرنس. اوكي اوكي فالحين يو نيد ون اتاك. يو نيد اونلي ون اتاك. اوكي هذول كان سلون يورجن هذا الهديه مالته انه ليتس جو فور ارتيفاكت. لا هو انت مغصوب عليها يعني يو هاف تو يو هاف تو انستد جين انستد سيد اوف جينينج ان ارتيفاكت. لا لا لازم انستد لانه بالعاده يجي عليهم سعر للبيع فهذا تاخذه ما في سعر فهذا الارتيفاكت مالتك هذا الحين طبعا اللي ديسكاردد يروحون فوق واحنا لما نسحب من هذا نسحب تحت الارتيفاكت. شنو شوفها لا على البورد مالك يا شوف اوكي شوف بريليانس امباكت هذا شنو يقول لك بلس بلس تو انومالي بلس 1 اوكي ف when you are fighting an anomaly مرات تحتاج تسوي تيست حق الانتليجنس مالك فهذا يعطيك لما تستعملها هذه تستعملها وانس بير تيرن مو تستعملها طول فيعطيك بلس 1 على الانتليجنس مالك اذا استعملتها بس شنو راح يعورك يقول لك 1 mental damage for each artifact in your backpack فانت ما عندك ولا artifact if you use this you take 1 damage only 1 mental damage yes لانك قاعد تستعمل artifact الartifact يعني اوكي محسوب واحد ف اي اوكي فانا مدري you're done خلوا دورك لا بلا بليله ما خلصت you just move no You move. إذا كان في threat token, you immediately encounter it. It's not an action. You can do another move. You can do another move. You can gain 200 from. You can do this. Test awareness. 3 you need. If you get a 3, you gain 200 or 1 junk item. Yeah, let's go. So, you want to do this? Yeah. Other local action. Yes. Okay, yes, you're good. فتبي 200 gold ولا تبي junk items؟ مثال على junk items. Which are equipment which they're you can sell them. Yeah. Sure, sure. I'll go for junk item. Randomly, right? إيه من الفوق. That's fine. Let's go for it. شنو ضاعت؟ It's a cigar counter. Gager, 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 Gager counter. So we roll one die showing damage. No, zone. Zone. Yeah, yeah. Okay, okay. Good. اوكي كم سعره اذا بتبيعه 400 اوكي يعني احسن من 200 طبعا هذا يحطه هنا اوكي ايوه في البورد مال خلود طقله دقيقه 3 2 اذا هاف ان كانت طقله دقيقه هذه بلاش بلاش نو ما هي بلاش اتس ا 1 ايتش ايزي اي عادي لا 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 انت بس تقول هذا انا بروح كان جود هذه ان كانت كانتر During this encounter, you cannot use electronics items. Okay, ما. So minus one. You're good. I'm good. Okay. Do you want to do the intelligence encounter? Intelligence, I need two. Hey. Yeah, why not? If you fail, you take two mental damage, and one fatigue. Fatigue, yes.
شو المنزل دامج؟ وين المنزل دامج؟ لا هو كله دامج، هو كله دامج بس يتصنف لانه يو كان بلوك. المنتل دامج الدمج الوحيد اللي يو كانت بلوك. عندي بلسز جست ان كيس. يس اوكي يس هذه انوملي صح صح يس يس اوكي جود. مو بلسز هذه ماينس. عندي تو ماينسز. اوكي يو كان اجنور 1 and then you have to take a fatigue to reroll 1 اساس اساس. اوكي let me take fatigue. اي ريرول اول اساس تشوف شو يصير. هي تبدي 0 ولا 1؟ تبدي 0. اوكي 1. اوكي ريرول لا 1 ماينس يس. اي You fail. Take two damage. You take 2 damage and 1 fatigue. This. Okay. Okay. فنحط 2 damage. لحظة. Don't I reroll just once? إيه reroll only one. وكم يبي؟ يبي 2. أنت عندك 2. Yes. No. He didn't use it. I used it. No. He used the fatigue to reroll 1. لا. He used. حبيبي هو -2. He used 1. إيه. I can use another one. Wait. حتى. شوف انت يوز اللي سويته يسمونه فوك يسمونه فورس تيست فيو فورس تيست ري رول فطلع له ماينس ري رول شوف الابيليتي سوى ماينس وسوى هذه اجنور ما استعمله لان استعمله يا اسمعني اصبر لحظه لو سمحت حتى اذا يستعمله راح يفيل التيست ايش حقه يستعمله بالضبط استخدم واحد اجنور 1 ماينس شنو بالضبط انت استخدم الفتيق عشان هي يوزني اذر هو قال بسوي الفتيق اول لا قال او شيء قلت هو لا هو اول شيء قال بسوي هذه اول حركه الفتيق قال لي اول بسوي ليش سويت هذه قال بسوي عنده 2 ماينس شال ماينس قال بسوي فوكس وحذف شال ماينس انا فاهم هو كان بيسوي كذي اول بس قال لا اول خلي اسوي الفتيك سواها ما سواها ما حط عليها دمج حطنا عليها دمج لا انا بعد دمج اعطيه دمج يعني استعمله بس ما اعرف خلاص يقعد بس اخذ الدمج على فكره واخذ 1 فتيك لانه لازم يستخدمها مو لازم لا مو لازم يقدر يسوي واحده اول يشوف اذا الفتيك ضبط ولا لا انا قصدي شو يسوي هاي تظل هني يس اوكي بس دورك يلا انت سوي كم اكشن كم سوي وان اكشن اي برجع اكشن if you are here you gain one equipment item only if you no only if I am اي ده صح اي بس تنزلها gain one equipment item يعني تصير بعد بس يس بس راح اقدر اخذ واحد لا ما تاخذ من هني تاخذ راندوم من هني I think I will move. I can move. Or you can encounter again إذا تبي يعني. شرني. Okay, بس يلا خلص. I can move again, صح؟ Yes. هني يقولك شنو draw three. You can do this anyway. If you move, خلاص you're done. خلاص your second action. Okay, so I can go to the shortcut. You wanna go here? I don't get affected. Why? لأن عندي هذه. Okay, حط عليها. Ignore damage. عشان نعرف إن أنت استعملتها. العب. بالدور جاي يشيلها صح؟ Yes. واحد. تاخذ one damage. أنت وين كنت؟ In the factory? Yes. Okay. Good. I'll choose for you. It's either lunatic or octopus. Bar the octopus. Okay. 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 You take Harry. Okay. Artifact. هذا اللي Yes. Failed. But is it enough? عشان تستعمل هذه؟ No, you can't. ليش؟ انت عندك 2 you need 3 في ريرول 1 of the minuses هذاك الماينس راح يأثر عليك it's not enough it's automatic fail فلا تستعمل هذه عرفت؟ هذا غزل في تيك 1 دامج شنو لونها ما تشوفها؟ مو لازم اوكي لا في بعضهم كان بلوك ال 2 mental damage يصير هل من هني damage صح؟ كله damage it's all damage counter اوكي هذا عشان I move صح؟ اي بعدين تبي تسوي هذا ولا ما تبي تسوي هذا؟ ابتدي شنو؟ تبي تسوي الفيزيك انكاونتر؟ اقدر؟ اي مو مهم هذا بس انه يعني معناه بتدري انه هو شافه طيب فتيك شيء تبي تسويها؟ يلا جو اوكي يو باس بس يو ويل تيك 1 راديشن دامج انليس يو ونت ري رول ات او تحطه على الشست مالك حطه على الشست اوكي شوف حط على الشست عندك اخر تايم اوكي فخلاص انت ذبحته هذا فتاخذ 1 ارتفاك تاخذ 1 ارتفاك من التوب اوكي وانا عارف هذا كان اول اكشن لك زين اي كانت ريبير بس عادي ما اوكي لا انت بس يو مو بس خلص هذا اي باجي تبي دي وان انكاونتر رومر فيز اون
كيف هي مطلقها؟ هل تريد دونك؟ يعني قلنا خبر بس طولت فوق دقيقة هذا الواق؟ لا لا كان قاعد نشرح شغلة بس لسامي شايف بس لك ماين شانت يوقد يوقد شنو الابيليتي مالها؟ As a reward and send gaining the trophy. Yes. I draw three junk items, keep on discard them. Okay, good. Mine's empty. خلاص. بس شلون؟ هذه equipment؟ هذا يعني. Yes, yes. يعني less valuable. Three punch. فتيك. هو ثلاثة وانت ثلاثة. You can use this. Yes. You want to use it? طبعاً هالتصوير. You win. لأن it cancels two minuses. It's dead. فاسحب ثلاثة من هني. يمكن يبي فلوس. لا ما يقدر. الأبيليتي مالته كذي. And you choose one. إنزين هذيل عتمات أقوى من هذيل. Yes. Equipment أقوى طبعا من الجنك. هذا الديسكارد. كذي هذا الأكشن فيز خلص. الحين الإيفنت فيز. تبون نكمل ولا؟ إيه كمل كمل. واحد وان فوران. فأول شيء أنا مكاني أخضر. فأخذه. تقرأ لي إياها. في لازم اليمك احنا انا العبها كذي تقدر الواحد يقرا بس انا بفضل نخلي الكل انجيج ايه لا لا انا قاعد افكر اوكي ف ريستينج ات سكافلد لا 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 هي راح احط لك لوكيشنز لوكيشنز لا 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 اذا انا بالكواري اذا الكواري موجود اقرا لي مال الكواري اذا مو موجود اني اذر لوكيشن لا ماكو لوكيشنز وال ريستينج ات سكافلدر كاب انت شنو الريبيتيشن مالك ليش بعد yes. You realize too late that the water you bought at the last camp was irradiated. You begin to understand why the man who sold it to you was grinning so hard. One damage. Oh, بس حقي. بس ليش على طول كذي؟ آه، okay. هذا على الروبيتيشن مالي. Okay. بس سؤال. ليش أول؟ ليش كل واحد مين قال يا؟ ديزرول لا انا العبها كذي قلت لك توني قال وهي هي بس عشان يكون انجيز يعني مع اللعبه نفس ده وانت حلو حلو يا احسن ليش عشان الجروب الخبير لا هي تيك ريد شغله في ساعات لازم في في مره من المرات لعبناها خمس لاعبين وواحد من اللاعبين هو يقرا حق اوكي اي يلا انت بس ليش انت بس اللي تاخذ دامج لان هو اتس ماي ايفنت كل واحد عنده ايفنت كل واحد عنده ايفنت اه الحين اي ذاتس واي يو ريد فور ايتش وان اي نسيت كل واحد الحين انا قاعد اقرا حق اوكي اي فهمت زين ولا لا انت وين بالاخضر من هني في لا عند الفرونتير حلو فهني طالع لي فارمز وليلى مو بالفارمز ولا بالباركس فاقرا له اذر لوكيشن فيقول لك وليلى يقول يو موف سلولي فليكن ا ميتال نوت افري فيو ستيبس اند كلوزلي اوبزرف اتس تراجكتوري ذاتس هاو يو تشيك فور انوماليز اف يو دونت هاف ا فانسي سكانر وان اوف ذا نوتس ديسابيرز انتو ثين اير يو سكوينت اند سي ا فيك شيب اوف ذا سبيس تايم بابل يو مي ريلوكيت تو ذا ريد فورست تقدر تروح قلنا يس يو مي صح؟ Yeah. The space bubble is like a portal فانت كانك دشيت بورتل رحت بورتل ثاني يو مي ريلوكيت هير اف يو ونت تو اكشلي ذير از سمثينج ذات هيلب مي في الريد فورست هني سو ذيس كارد از ذا ريد تو درو تو ارتيفاكت فيري جود لازم تروح معه ليتس جو اوكي لازم ولا يو مي لا لا اقول لازم لازم احسن لك يا اوكي 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 ف يو ار دان ريلوكيت يس الحين خلود انت وين انت بالفرونتير فاذا موجود فرونتير اقرا عليه اذا ما في يقول له اذر لوكيشن سو اذر لوكيشن يو ديسايد تو تيك ا شورت كات افتر ا وايل يو نوتس ذا موس اندر يور فيت از جلوينج ان ا فيت ريد تيك وان راديشن دامج سو ناو يو تشوز يو تيرن باك They're saying in Zona, never backtrack. Oh. There seem to be some truth to that. Encounter one anomaly. Oh, okay. Oh, now choose, guys, Bila. Oh, you can, oh yeah. Ah, so if you backtrack, this or this. Okay. So choose. If you backtrack, you can encounter one anomaly, or breast for time. You continue. The bath may be irradiated. The bat may be radiated, but it's a real-time saver. Roll one die. هذا هذا second choice. It's two choices. Oh, okay. You either go back
will encounter one anomaly. Is it anomaly? Anomaly. Anomaly. Okay. Yes. Or you press forward, and then and you roll a die. But you roll a die. If you roll zona, uh-huh. take one radiation damage. Uh-huh. You may relocate to any adjacent location. Okay. So if you press forward, you roll a die. If you roll a plus or a minus, nothing happens. If you roll a zona, you take radiation damage. Then you relocate to any other location. فهذا ولا التشويس الأول. التشويس الأول you can backtrack but but you have to face an anomaly. إذا رحت للكامب which I can no. إذا press forward. Yes. بس anomaly I encounter one of these. No. We draw one anomaly from here and then you encounter it. I rather get an anomaly. Okay. So green anomaly. Yeah. So you just encounter a green anomaly. تفضل. Encountered this. خلها برا أساس إنه. أول شيء اقرأ الability مالتها. Self activation at the beginning of this encounter. If you have at least one artifact, I do. Yeah. Suffer one radiation. He suffers radiation. What happens if the player dies? يروح على. Okay. If you fill this, أخذ دمج زيادة. You take a minus على one of your abilities. إذا أخذ fourth token, you're dead. Then do I put it on the artifact? Yeah, no. You suffer a radiation. So actually, how the damage work? Yes. Okay. Yeah. So now I have to encounter it. No, how the fog will throw any. You can. If you take a damage, ترى حيل حيل صعب إنك تموت. إلا إذا أنت you're careless. Do I have to encounter it? تبي تكمل? No. No, you don't have to. He got to you encounter it. اي بس الانكاونتر بس لهذا مجرد تاخذ الحجة لا ما دام انطقيت لم يدوت اوكي شوف ماينس ذيس تو الحين اقدر استخدم ويت نو او يس اوكي يس شوف زين انا اي ويل اذا طلع لي ثنتين من زون ايش يصير؟ اتس راديشن دامج زين اي نيد انتليجنس 3 فاي ويل يوز انت قاعد تسوي الاي الحين الاي انت يو ديدنت باس I know, I'll use fatigue and reroll this. Okay, sure. You're good. Great. I'm done. بعدين بتسوي intelligence test. Intelligence test. Yes. I reroll all these. Three pluses. Good, I'm done. Yes, I have plus exactly three. Exactly. So you take an artifact. I'm not here. Okay. Reroll one die in a visual test. Impact. Deactivate all other artifacts in your backpack. Dark. Dory, I know everything. He's in the quarry, huh? Quarry. موجود quarry? No, okay. It's farms and frontier. Okay. Other location. You hear the melodic sounds of an acoustic guitar. An archer sitting around a campfire, sharing a joint. They greet you. Sharing a joint. هذا شو؟ Joint. حشيش. هذا يلي. هذا أمستردام. They greet you warmly enough. One of them approaches you and offers a trade. You can buy items from the marketplace board. Ignore the reputation limits. يعني تقدر تشتري كل شيء. كل شيء. عندك 100. حشيشين. وهذا. No, it's only buy items. You can't just sell items. You can buy only. Yeah, only buy. Ignore the reputation limit. Some happy fella, if you are يعني full, but you're not. If you have good reputation. If you have good reputation, some happy fella seems to recognize you. Take a puff of this joint. This one, it's nuclear grade. Heal one damage. الحشيش محترم. ما راح يصير شيء. ما تقدر تشيل ما في شيء ب 100 في ما في صدق؟ في 100 والله؟ جانك؟ مو جانك ماركت بليس بورد هذا كله ماركت بليس حتى الجانك كل شيء شنو هذا؟ الماسك ري رول اب تو 2 دايس شوينج زون اوه اوكي جود بس تحطه وين؟ صوب اي هنا اي اتس اوبن لا يو كان ويت Let me see. I can't take it. Elan, have a face mask. Yes, this is blocking face. How the kids are. تيجي تشتري تحطها هني طبعا عندي gloves which is good هذا to use it you have to spend a damage or use when gaining at least one junk item gain one additional junk item how do you use it يتحط عليه دمج لانه هو في بعض الشغلات بعض الايفنتات يقول اذا عندك كروبر راح يبطل لك شغله اي بس الحين هذه تو يوز ات يس يوز وين جينينج ات ليست وان جنك ايتم جيم اون هاو تو يوز ات لا في شغلات يقول لك اذا عندك كروبر يسمح لك تسوي شغلات ثانيه بس الحين هذه وين ايفر يو جين ا جنك ايتم يو جين انذر وان اذا تحط عليها دامج توكن
تمام اوكي زين فالحين بس نسوي الايميشن ونخلص اللعبه نخلص الراوند من اللعبه اوكي عطني كرت من هني الاسود هذا ايوه حلو فاسيد رين حاشنه تسمع شنو حاشنه اسيد رين فشنو يقول يقول when it rains it pours comrade indeed it does فيقول choose two adjacent outdoor locations all scavengers in any of them of these locations must assign one damage to a chosen gear item okay outdoor when outdoor really yeah ايه هذه inside وهذول يعتبرون inside فاي كان put these زين ف I'm gonna choose this guy and this guy ف you break one of your items break it تحط لا تحط one damage على one of your items ف هذا ما عنده ف ما عنده نو لازم gear item اي عنده gear فكسر لا بلاي gear item اللي هم هنا اه هذا يس فهذا ينكسر item عبني item اللي انا كسرته له الدس هذا كسرته اه ما عليه انكسر الدس خلوت انكسر دسك اوكي انكسر دسك اوكي That's it لا ويت هذه العلامه معناها ان ننزل الترايك باي وين بس دان فيرست راوند از فينيش اه وانا بلش بسقال لا انت تبلش كل هذا الاغاني على قيام انا بممثل نص